صباح الخير جميعا، صباح الخير لجميع متابعي إيرابيا وذر دوت كوم. معكم في تحديثات جديدة عن الحالة الجوية المتوقعة في المملكة على الأقل خلال 24 ساعة القادمة. نهار الثلاثاء متوقع أن تكون الأجواء عموما أكثر استقرار مما ستكون عليه المملكة خلال الأيام القادمة. طبعا خلال ساعات النهار تكون الأجواء رغم أنها مستقرة لكنها باردة بشكل لافت. أيضا من المتوقع أن تكون درجات حرارة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. التغيير سيبدأ بالأجواء بمشيئة الله تعالى اعتبارا من ساعات الليل، حيث يتوقع أن يقترب من المملكة بشكل تدريجي منخفض جوي، وهذا المنخفض هو طبعا مترافق بكتلة هوائية باردة راح تتهيئ تدريجيا فرصة هطول الأمطار اعتبارا من ساعات الليلة القادمة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. خلال ساعات ما بعد منتصف الليل تشتد هذه الأمطار وتصبح مترافقة مع حدوث العواصف الرعدية وأيضا تساقط لزخات البرد. أيضا خلال ساعات ما بعد منتصف الليل يتوقع أن تشتد سرعة الرياح، وسنلاحظ اشتداد سرعة الرياح في مختلف المناطق ونشاطها، وربما مع ساعات الفجر تصل سرعة الرياح في بعض المناطق إلى أكثر من 70 كيلومتر بالساعة، وبالتالي نلحظ الهبات القوية. ايضا من المتوقع اعتبارا من ساعات صباح يوم غد ان يبدا التاثير الفعلي لهذا المنخفض الجوي والكتله الهوائيه البارده، وتبدا الامطار بالهطول في العديد من المناطق. ابقوا معنا في المزيد من التحديثات خلال الساعات القليله القادمه للحديث اكثر عن الحاله الجويه المتوقعه غدا، اضافه الى توقع تساقط الثلوج. كان معكم محمد الشاكر من ريبي ويذر دوت كوم، الى اللقاء.